لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من مدينة قازان الروسية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية صف لنا الأجواء وما أهم النقاط التي تناولتها جلسة اليوم. نعم، الأجواء إيجابية للغاية، خاصة ونحن بصدد اليوم الختامي وبصدد الجلسة الختامية على وشك الانتهاء، وهي جلسة بريكس بالإضافة إلى تجمع بريكس بلس أو التجمع الذي يضم الدول الصديقة لتجمع بريكس الأساسي. نحن الآن على وشك الانتهاء من فعاليات القمة في دورتها 16، ويسود بالفعل أجواء إيجابية لدى الكثير من المشاركين، خاصة وأن منذ مساء أمس بدأت تتسرب إلى وسائل الإعلام عدد كبير من بنود بيان كازان أو البيان الختامي لهذه الدورة، والذي يحمل الكثير من الخطوات الإجرائية التي يعتزم الأعضاء المؤسسون والمشاركون الجدد يعني اتخاذها في المرحلة المقبلة بناء على ما تحقق طوال السنوات الماضية. هذه المشاركة تحديدا المشاركة المصرية كانت مشاركة إيجابية للغاية، وهي المشاركة الرسمية الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عضوية أو قبول عضوية مصر ضمن أعضاء التجمع البريكس. هذه المشاركة احتوت على الكثير من الفعاليات، سواء فيما يتعلق حضور سيادتي للجلسات الافتتاحية أمس أو الجلسة الخاصة اليوم بتجمع بريكس بالإضافة إلى تجمع بريكس بلس. هذه الكلمات الثلاث التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على محاور عمل الدولة المصرية ومواقف الدولة المصرية حيال الكثير من القضايا والتحديات هنا، سواء على المستوى السياسي أو الجيوسياسي أو حتى المستوى الاقتصادي. في عجالة كانت هذه المحاور محاور تشتبك وتتعاطى مع كل هذه التحديات، وتقدم أيضا خارطة طريق واضحة إزاء التعاطي وكيفية رسم يعني خارطة المستقبل بالنسبة للتعاون بين دول التجمع في المرحلة المقبلة للتغلب على هذه التحديات، خاصة تأكيدات السيد الرئيس بأنه النظام العالمي الآن يعني ظهر بالقصور في التعامل مع عدد من التحديات، وأعطى نماذج عملية لهذا القصور من بينها توترات وتفجر الصراعات في عدد من مناطق العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وأيضا اقتصاديا قال السيد الرئيس أن العالم الآن بحاجة إلى عالم أو نظام عالمي مالي متعدد الأطراف، لا يعتمد فقط القطبية الواحدة، وإنما يحتاج إلى مزيد من الإنصاف والعدالة في التعاطي والتعامل مع التحديات التي تواجه الدول النامية. وأكد السيد الرئيس أن هذه الآليات التي تحملها تجمع أو يحملها تجمع البريكس هي آليات من الممكن تعظيمها وتعزيز هذه الآليات في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالشق المالي والشق الاقتصادي والتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين أعضاء التجمع، وسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الدول النامية. أكثر من 4 تريليون دولار هي الفجوة التمويلية التي تحتاجها الدول النامية للانتهاء من المشروعات التنموية وتسريع عملية التنمية المستدامة. في حقيقة الأمر عديد المحاور يعني الخطوط العريضة للكلمات التي ألقاها السيد الرئيس، والتي تعكس خطوط عريضة أيضا لعمل الدولة المصرية وتشابكها وتعاطيها مع كل هذه التحديات في إطار تجمع البريكس. وكما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بأن انضمام مصر والدول الخمس الجدد إلى تجمع البريكس يمثل إضافة مهمة لهذه المنصة التي تسعى إلى تحقيق التوازن وتحقيق العدالة والإنصاف في التعاطي مع كل المشكلات الاقتصادية أو السياسية الراهنة التي يمر بها العالم. نعم. أشكرك شكرا جزيلا علاء رشوان، كنت معنا من مدينة قازان حيث إقامة قمة بريكس. شكرا جزيلا لك.